السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وأصدقائنا، قناتنا النهاردة بتتكلم عن التنظيم والتعليم والرسم في الورش. طبعا النهاردة هوريكم رسمة وهعلمكم ازاي ترسموا رسمة مستطيل. هنحتاج طبعا عشان نرسم الرسمة دي هنحتاج مقلمة فيها قلم أبيض، ورق أبيض اللي هو الورق اللي مفيهوش أبيض أهو زي ما انتوا شايفين أهو. وهنحتاج المقلمة طبعا، هنحتاج قلم، هنحتاج قلم سلوك وهنشتاج قلم قلم بتاعتي والمسطحة والأدوات اللي احنا دايما بنحبها. دلوقتي هوريكم ازاي ترسموا مستطيل. فأول حاجة هنعمل الناحية بتاعته، وهنبدأ أول حاجة نرسم بالشكل ده. طبعا دي أختي زي ما انتوا عارفين، وهي جاية تتفرج معايا لأن هي دايما كانت بتحب معايا تتفرج عليها. طبعا زي ما انتوا شايفين دي اول الجبهه بتاعت مستر بيك. طبعا بقى بنبتدي نعمل الجبهه التصاعد الصغيره كده بالشكل ده عشان تتمنى. بنبدا بقى نكمل الوش اهو بالشكل ده، ونعمل حواليه الرقبة أهو. بالشكل ده. طبعا في حاجات ساعات ممكن أغلط أو أعشتها بطريقة حلولة عشان نظبطها، دايما بخفف سن القلم عشان لما أجي أمسح يبقى الخط أو الرقبة اللي أنا عملتها مش فاهمة. طبعا بنبدا نعمل عينين، وبعد كده بعد ما بنعمل عينين وحواجبه، وبعد ما عملناها وعملنا مناخيره، طبعا بنعمل حسب المشهور عنده. يبقى عنده هنا زي حسب المشهور، بنعمل ودانه بالشكل ده، وبنخلص لحد هنا البدله بتاعته بس، ما بنكملش لحد هنا. يعني بس اللي بيبقى باين في الرسمه ملامح وشه وعينيه طبعا وبقه بالشكل ده. طبعا زي ما انتوا شايفين اهو الرسمه معايا هنا، زي ما انتوا شايفين الرسمه هي خلصت. بعد ما ظبطنا شويه الخطوط فيها، طبعا بقى بنحتاج كمان ان احنا بعد ما نخلص بنحتاج للقلم اسمه قلم تحديد سن رفيع اهو زي ما انتوا شايفين قلم اهو. طبعا بحدد الرسمه بعد بقسمها بالقلم الرصاص، بمشي على الرسمه بالشكل كده بالشكل ده اهو زي ما انتوا شايفين. وببدا التحديد من الجبهه بالشكل ده. وابدا برسم شعري وجهي التحديدين زي ما انتوا شايفين. وطبعا دايما ما بحاولش ان انا، يعني دايما بحاول ان انا ايه امشي على الخطوط لما باجي احدد عشان تطلع الرسمه زي ما انا ايه وصلتها بالقلم الرصاص اهو. وطبعا زي ما انتوا شايفين اهي حددنا رسمتنا كلها زي ما انتوا شايفين. طبعا هنبدا نمسح عشان ساعات هنبدا نمسح بالاستيكه لاي خط من القلم الرصاص جه بالغلط عشان تبقى الرسمه زي ما هتكون هو. طبعا اهو بعد ما مسحنا الرسمه طبعا اهي، طبعا بقى انا مش هلونها، انا عندي الوان خاصه مثل دي. طبعا بقى زي ما انتوا عارفين في ناس بتحب تلونه على الالوان اللي هي بتحبها، طبعا انا مش هحدد اي الوان او هظبطها. طبعا بقى زي ما انتوا شايفين انا كل الالوان لاي حد عايزها. طبعا دي هتكون اول رسمه في برنامجنا كله، ونشوفكم في الحلقه الثانيه. الى اللقاء.